السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. جبت لكم عرض ولأول مرة انزله على اليوتيوب لصالح مركز ابل ستور، كل الهواتف اللي يكون الجزائر، البصرة، الجزائر العفو، مقابل الخيمة، مجاور مطعم كناري سابقا. هذا العرض يشمل الايربود 2 والايربود برو. اذا عندك ايربود 2 او ايربود برو، فقط ال 2 والبرو، يعني الاولى ما راح تقبلها من عندك، عطلان التك الايمن او الايسر او ضايع من عندك، تك واحد مو اثنينات ضايعات، تك واحد، يعني مو تجيب لي فقط الكيس وتقول لي انا فقط هذا الكيس عندي وضايعات السماعات، لا، ان كان ضايع عندك بس الايسر او الايمن، او عندك انت التو وكامله، عندك التو كامله وتريد تبدلها بالبرو، جيبها. والسعر اكيد فرق سعر، وهذا السعر يتحدد داخل مركز ابل ستور. اللي بالجزائر ما عليك تدلل وتاخذ وحده جديده، واكيد ضمانها سنه استبدال، سنه كامله للايربود استبدال مو صيانه، وتدلل وتأمرنا أمر. وحياكم الله.